إلى ليبيا أعزائي المشاهدين، حيث كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام القذافي، كشف أن الثوار ما زالوا يحتفظون بنحو 7000 شخص موجودون في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة في ليبيا. وأشار التقرير الأممي إن بعض المعتقلين في ليبيا يتعرضون للتعذيب، كما يحرمون من حق التمتع بإجراءات احتجاز ومحاكمة قانونية بسبب عدم وجود قوات شرطة وبسبب تعطل المحاكم في ليبيا. وأكد التقرير أن أغلب هؤلاء المعتقلين من الأفارقة الذين يشتبه بأنهم كانوا من المرتزقة في حقبة القذافي. واعترف المسؤولون الليبيون بوقوع هذه الانتهاكات ضد المعتقلين، لكنهم شددوا على أنها ليست منظمة، متعهدين بمعالجتها. لمتابعة هذا الموضوع أرحب عبر الهاتف بالناشط السياسي الليبي السيد عز الدين عقيل. سيد عقيل، أرحب بك في حقوق الناس. في البداية، هل هناك إحصاء لجهة حكومية أو حتى من قبل الثوار لعدد الذين يحتجزون الآن ويحترز على احتجازهم أو يسجنهم الثوار الليبيون؟ مال وبالسادة مشاهدي قناة الحوار، أريد أن أقول بأن الحقيقة إحصائية دقيقة لا توجد، لأن معظم الأدوات المؤسسية في البلاد هي معطلة بالتأكيد، لكن أعتقد أن العدد هو ربما يكون قريب من العدد الذي ذكره تقرير الأمين العام للمتحدة أو يقل قليلا. طيب، وبالنسبة لعدد من هؤلاء من الليبيين والأفارقة، هل هذه المعلومات الواردة في التقرير قريبة إلى حد ما إلى الواقع؟ أخي جمال، هؤلاء الأفارقة جاءوا كمرتزقة لكي يقاتلون الشعب الليبي حتى بطرق الأخلاقية، يعني كان ممارسة الاغتصاب هو جزء ممنهج أعتقد جاء به هؤلاء الأفارقة، لأن القذافي لم يكن يعتقد بأن هناك ليبيون كانوا سيسيرونه في هذا الشأن، وكان يعلم بأن سلاح الاغتصاب هو سلاح خطير جدا بالنسبة لمجتمع محافظ، وأنه فور استخدامه لهذه الأداة الرخيصة سوف يقوم الشعب الليبي خوفا على بناتهم ونسائهم بقفل أبوابهم عليهم وبالتالي تنتهي الثورة. نظرا لانه يقدر قيمه هذا السلاح لوأد الثوره، فقد جاء بهؤلاء الاشخاص لانه يعرف انهم لن يرعوا في ليبيا الا ولا ذمه، ولكنه عندما وجد بان هناك عدد من الليبيين الذين يمكن ان يسايروا للاسف الشديد مثل هؤلاء الاشخاص في ارتكاب هذه الجرائم، صار الامر سيئا. هناك اشخاص في الحقيقه ارتكبوا جرائم حرب ومن حق الليبيين ان يقوموا باعتقال. اذا سيد عقيل، يعني ونحن هنا نركز على الشق الحقوقي، ليس من حق هؤلاء حتى اذا ثبت انهم فعلا قاموا بجرائم ضد الشعب الليبي ان يحاكموا محاكمه عادله، وان خلال هذه الفتره من احتجازهم ان يتم احترام حقوق الانسان ككل التي من اجلها ثار الشعب الليبي؟ أخي جمال، حقوق الإنسان محترمة في ليبيا كما لم تحترم في أي دولة من الدول عقب ثورات بحجم الثورة التي وقعت في ليبيا. وأنا لا أدري كيف يمكن للسيد الأمين العام أن يصدر مثل هذا التقرير بعيدا عن مطالعة التقرير الذي أصدرته منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا يوم 28، والتي تحدثت فيه تفصيلا عن القدر الكبير من الأمراض النفسية التي أصيب بها عدد كبير من الليبيين، مثل أمراض الاكتئاب والقلق وأمراض اضطراب النوم، وهذه كلها الحقيقة يعني تتكون من أو يصيب المريض خلالها نوبات عنيفة. أعتقد أن كل الانتهاكات التي قد تكون حدثت ربما من أشخاص فعلا عانوا من الاضطرابات النفسيه الناشئه عن الحرب، وبالتالي لا اعتقد ان هناك طريقه ممنهجه او منظمه لانتهاك حقوق الانسان في ليبيا. اما بالنسبه لحق هؤلاء في المحاكمات العادله، فاعتقد ان من الاولى ان نسال عن هل هناك مؤسسات حقيقيه موجوده في ليبيا قبل تشكيل هذه الحكومه ام لا؟ طبعا كان هناك فراغ سياسي، كان هناك فراغ امني، كان هناك فراغ عسكري، ولم تكن هناك اي نوع من المؤسسات التي يمكن استخدامها لمحاكمه هؤلاء. الان الحكومه الحقيقه قطعت خطوات مهمه على الاقل من ناحيه وضع الدراسات او الاسس الاولى لتاسيس منظومه قضاء متميزه، اعتقد انه تم تاسيس المجلس الاعلى للحريات وحقوق الانسان في ليبيا، ووضع على راسه شخصيه حقوقيه هي الاستاذ محمد العلاقي اللي مارس حتى دور وزير العدل في حكومه المكتب التنفيذي، واعتقد ان هذا الرجل يعني متعاطف جدا مع هؤلاء الاشخاص المعتقلين ويريد ان يروا محاكمات عادله في اسرع وقت ممكن. وزير العدل ايضا الحقيقه بدا في وضع اللبنات الاولى لتاسيس نظام قضائي سوف يكون مهتم جدا بحقوق الانسان وسوف يخضع لمعايير القضاء المستقل. وزير
الأمن أو وزير الداخلية أيضا لديه الحقيقة جملة من الخطوات، أحدها أعتقد أنه صدر قرار مؤخر، لا أدري إن كان قد وصلتم أو لا، وجه إلى سرايا الثوار بعدم أحقيتهم في القبض على أي إنسان، وأن هذا الفعل سوف يعرض السرية الثورية التي تقوم بهذا الفعل للمساءلة القانونية. أعتقد أن الأمور سوف تتحسن بمشيئة الله في القريب العاجل. إنما بالنسبة للماضي طبعا الدولة لم يكن فيها أي مؤسسات قضائية، وبالتالي لا نلام على إيقاف هؤلاء دون تقديمهم للمحاكم. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي عز الدين عقيل، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس.